إن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة. إن إنسانيتنا ذاتها على المحك. على مدى 8 أشهر ودون توقف ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار اللذين فاقت درجتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من 20 عاما. شبح المجاعة يلوح في الأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما وستبقى آثارها لأجيال قادمة. وكل مكان في غزة عرضة للدمار. وأدى بدء عملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي، وتم تهجير ما يقارب 1 مليون من سكان غزة قسرا مرة أخرى وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء. هناك حاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض، وإن فض الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام. إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح. إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء، فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الرئيس السيسي، أريد أن أيضا أقدر قيادتك والحكومة المصرية والشعب المصري، ليس فقط بدعم الشعب الغزي بطريقة مهمة، ولكن أيضا لدورك الأساسي لوضع حد لهذا الوضع الحال، وأيضا مساعدتنا في دعم العملية السلمية وأيضا العاملين في الظروف القاهرة في غزة والزملائنا في يعمل في ظروف قاهرة وفي ظروف غير محتملة أبدا. ونؤكد مجددا بأن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من الدول العالم بها، مع الشكر الجزيل للدول التي قامت بذلك. والشكر موصول أيضا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على جهودهم التي يبذلونها في كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني. لن أدخل في تفاصيل حجم المساعدات التي أرسلها العراق أو التي يستعد لإرسالها، لأنها أقل مستويات الواجب، لكننا نعيد التأكيد على المبادرة التي أطلقناها في مؤتمر السلام 2023 في القاهرة لإنشاء صندوق لدعم غزة بعد العدوان، ولوضع تقييم مدروس يحدد الاحتياجات ويقسم الالتزامات بيننا بطريقة منهجية. لقد كشف العدوان على غزة هشاشة النظام الدولي وعزه في القيام بواجباته ومسؤولياته في ظل حملة التطهير والإبادة الجماعية والخروقات الواضحة لكل القوانين والشرائع، ومع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، إذ أن أعداد الضحايا باتت أعداداً مرعبة نحتسبهم شهداء عند الله. ومع هذه الدلائل التي لا جدل فيها على وحشية ما يجري
نجد أن العالم وقف عاجزاً ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقي لأدنى حدود المسؤولية.